يا حلو يا اللي دلالك زاد عن الواجب، قسيت علينا علينا رضينا وبرضو مش عاجب. خف الدلال يا قمر، خف الدلال يا قمر، انسى القاسي وعود، انسى القاسي وعود، انسى القاسي وعود، انسى القاسي وعود. دي العين يا حبي يا حبي ما تعلاش عن الحاجة. صباح بنمسي 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 على الحلوين، بنمسي بنمسي بالورد والياسمين، بنمسي 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 على الحلوين، بنمسي بنمسي بالورد والياسمين. مسا الخير يا سيدي الحلوين، مسا النور يا عيون سرحين، مسا الخير يا سيدي الحلوين، مسا النور يا عيون سرحين. متمسه متمسه علي مش سألي. اسمها جانيت جرجس فغالي، ولدت في اليوم العاشر من شهر نوفمبر تشرين الثاني عام 1925 في بلدة بدادون بوادي الشحرور بالقرب من بيروت. اسم الحقيقي جانيت. عارف اسمي جانيت ليه؟ لأنه أخواتي، واحدة اسمها لميا، واحدة نجات، واحدة سعاد، كان في واحدة زمان تغني اسمها جانيت خوري. فلما انا اتولدت وانا بعيط، عمي الشاعر قال لي اهلي لازم تسموها جنات عشان دي هتطلع صوتها حلو زي جنات خوري، فسموني الاسم ده. شو اسمك؟ شو اسمك؟ شو اسمك؟ ايه اللي شو اسمك يا شاغل الناس بحسنك، كانه قلبك بعده فاضي، مشي معي لعند القاضي، تكتب لك قلبي باسمك. ولدت صباح في بيت يغلب عليه حب الفن، والدتها منيرة عقل، وأختها الممثلة لمياء فغالي، وعمها أسعد الخوري فغالي الشاعر الزجلي المعروف بلقب شحرور الوادي، وهو أول من تنبأ بموهبة صباح. وأتذكر أنا أني أنا اتولدت هنا وكنت تالت بنت، وأمي فضلت يومين مش عايزة توكلني، قال لا تالت بنت، أنت عارفة زمان كانوا يحبوا الأولاد أكتر من البنات. فما كانتش يومين، وبعدين جاء عم الشاعر لما سمعني بعيط قال لها دي طالع صوتها حلو قوي، ما تعرفيش هيطلع منها ايه، خليها تعيط. وكان يقرصني مخصوص عشان يسمع صوتي وانا بعيط يعني. وطبعا لما كبرت وكده يعني بيحبوني، ماما حبتني كتير قوي بعدين. حبيبة امي اخواتي بحبها مرتين، يا اخواتي يا اخواتي يا اخواتي بحبها، ده حبيبة امها. فعمي اما كان يسمعني بعيط يجوا يقول لها لا دي باين عليها صوتها حلو قوي ومش لازم تزعليها، دي هيطلع منها حاجة. وفعلا يعني طلع مني حاجات مش حاجة. حبيبة امها يا اخواتي بحبها، حبيبة امها يا اخواتي بحبها، يا اخواتي يا اخواتي يا اخواتي بحبها، يا حبيبة امها يا اخواتي بحبها، يا حبيبة امها. تلقت صباح تعليمها الأولي في مدارس الجزويت في بيروت،
فكانت تمثل وتغني في الحفلات المدرسية وهي لم تبلغ بعد 12 من العمر، وكانت مولعة بترديد أغاني ليلى مراد، وعندما بلغت 14 من العمر كانت تؤدي دور البطولة في مسرحية مدرسية بعنوان الأميرة هند. في المدرسة أنا عملت رواية اسمها الأميرة هند، وكنت أنا البطلة بتاعتها، وكان في عندنا ممثل اسمه عيسى النحاس، هو شافني في المسرحية دي وقال لي أهلي إنه حرام صباح يعني ما تشتغلش على المسرح أو تغني أو كده. ومن وقتها أنا كبرت الحكاية دي في دماغي، وكل الوقت أفكر، وخصوصا لما أشوف أفلام ليلى مراد أقعد أفكر أقول إمتى أبقى زيها وإمتى أنشهر ومش عارف. اهدى كله اهدى كله، انوار احباب فتحوا الابواب والدنيا شباب. اش اش اهدى كله اهدى كله، احنا والله مهيصين والبلاد ده معيدين، احنا والله مهيصين والبلاد ده معيدين. اهدى كله اهدى كله اهدى كله. الو الو الو، بقول لك ايه، كلمني على الخط الارضي. اتكلم ارضي يا ابن بلدي صوتك بقى. لما يبقى جنبك تليفون ارضي ما تسيبوش، اتكلم منه براحتك وما ترحموش. دي دقيقه المحافظات بتبتدي من 8 قروش. ايوه 8 قروش 8 قروش 8 قروش يا ابوي. مع المصريه للاتصالات الصوت اوضح والسعر اوفر من كده ما تلاقوش. المصريه للاتصالات، الكل هيتكلم ارضي. بجنيه واحد في اليوم هتروح فين؟ هتقابل مين؟ هاي اهلا. هاي ازيك عامل ايه؟ هتشتري ايه؟ هو سهم النهارده وصل لكام؟ هتتعرف على ايه؟ هتتابع ايه؟ وذكرت وكاله الانباء السنه ولا هتتفرج على مين؟ ترقص واحد والتاني. مع فودافون موبايل انترنت شايف الدنيا ماشيه معاك. فودافون، عيش أحلى ما في اللحظة. من خلال الحفلات المحلية بدأت صباح طريق الفن وحققت بعض الشهرة، وأطلق عليها في هذه الفترة المبكرة من حياتها شحرورة الوادي. كان اسمي وقتها شحرورة الوادي على اسم عمي شحرور الوادي. ليه سموك شحرورة الوادي؟ عشان أنا من بلد اسمها وادي شحرور. اللي هي كده يعني ضيعة، وضيعة حلوة قوي يعني، متطورة ومتقدمة وكل، وبعيدة عن بيروت ربع ساعة مش أكتر يعني. ما تشرفنا بزيارة، ما رح بتكلفنا كتير، فنجان قهوة سيجارة، فنجان قهوة سيجارة. كان في واحد مندوب لسيدة أسيا اسمه أيسر يونس، وهو اللي كتب لسيدة أسيا وبعت لها صورتي، قال لها في البنت دي تحب إنها تعمل أفلام، وأنا شايفها إنها ممكن يجي منها. وأنا كنت بقى بصلي ليل ونهار إن أنا أجي مصر وأعمل أفلام طبعا. فأهلي وافقوا بعد ما قلت لك رياض الصلح كلمهم والناس المهمين في البلد. فجيت مصر. مع مين؟ وافق أبويا مع أبويا. بعيدة مقدر من الله، مقدر من الله ومكتوب، مقدر من الله ومكتوب، مقدر من الله ومكتوب، ما يوصل منك مكتوب. اول ما جيت عند سيدة اسيا حطوا صورتي في مجلة الصباح، وقالوا ان الناس هم اللي سموا الوش ده يسموه ايه، فكان في اجماع ومن ضمنهم ابويا على انه يكون اسمي صباح. عجبك الاسم ده؟ يعني الانسان شوفي قبل ما يتشهر يبقى اي اسم ما يلقش عليه، انما بعد ما يتشهر والناس تحبه يبقى لو سميتيه اي حاجه الناس هتحبه خلاص. دلوقتي انت بتحبي اسم صباح اكتر؟ بحب صباح قوي. لبست له احلى فستان ملون من كل الالوان، لبست له احلى فستان ملون من كل الالوان، قال لي القالب غالب وانا غيرك مش طالب، قال لي مش طالب.
فجيت هنا طبعا السيدة أسي أول ما اشتغلت معها قالت طبعا دي مش نافعة، وقعدت تقول طلتم ويا دي المصيبة اللي جات لي ومش عارفة، أنا كنت عبيطة شوية بيني وبيني كنت صغيرة فما كنتش أعرف أغني إيه؟ كويس يعني، جابوا لي أحسن ملحنين شيخ زكريا أحمد ورياض الصنباطي، وطبعا أنا كل ده خفت قوي في الأول. لكن أما دخلوا البلاتو عايزيني ما أمثل كان دمي خفيف في التمثيل، لكن صوتي كان لسه شوية مش قد كده. كان فيلم إيه مدام صباح؟ كان فيلم القلب له واحد مع أنور وجدي. بس ده نجح الفيلم ده يعني أول فيلم تعمليه؟ الحقيقة أنا كان دمي خفيف في التمثيل، في المغنى كنت نص ونص طبعا يعني سني صغير وكنتش أعرف أغني قوي وما كنتش أحس باللي أنا بغنيه يعني. فلما نجح الفيلم الحمد لله نجحت ولسه الناس بتحبني وانا سعيت اني افضل ناجحه يعني. وعشان تكون من قلبي قريب اسالني جرب قبل طبيب، وعشان تكون من قلبي قريب اسالني جرب قبل طبيب. الحب يا ابن الناس له ناس قدروا الناس الحلوين، مش كل عاشق يا ناس هيشتري قلوب العاشقين. وعشان تكون من قلبي قريب اسأل مجرب قبل طبيب، وعشان تكون من قلبي قريب اسأل مجرب قبل طبيب. تحقق إذن حلم السفر إلى القاهرة، وفي القاهرة وجدت صباح الدعم والمساندة من الجميع. أول ما جيت مصر طبعا قابلت السيدة آسيا وقابلت إحسان عبد القدوس وأستاذ كامل الشناوي الله يرحمه، وقابلت الصنباطي والشيخ زكريا، وقابلت كل الناس، مصطفى القشاشي كان عنده مجلة اسمها مجلة الصباح طبعا قابلت كل الناس الكويسين، وقابلت مصطفى أمين كان معايا جواب له من رياض الصلح فكلهم ساعدوني وكانوا زي أهل ليا، وهم لغاية دلوقتي زي أهل ليا، وكل المصريين زي أهل ليا يعني. القلب لواحد أول فيلم ظهرت فيه صباح، عرض الفيلم في 4 يناير عام 1945 بدار سينما كوزمو بالأسكندرية، وكان الفيلم بمثابة نقطة انطلاق لصباح، حيث وضعت المنتجة آسيا كافة الإمكانات لتقديم الموهبة الجديدة في الصورة المثلى، فعهدت بالإخراج لبركات وبتلحين أغاني الفيلم لكبار الملحنين زكريا أحمد ورياض الصنباطي. طبعا القلب له واحد أول فيلم، أول فيلم، وبعدين هزجناه أبي كان كويس قوي، وعملت بعض أفلام كويسة جدا، وعملت نار الشوق أخيرا مع هويدا إخراج محمد سالم كان ناجح جدا، وبعد كده ما عملتش. يا ترى أول أغنية غنيتيها كانت إمتى؟ أول أغنية غنيتها في فيلم القلب له واحد كانت تلحين الشيخ زكريا أحمد واسمها أروح ما روحش. محتارة أروح ولا ما روحش، محتارة أروح ولا ما روحش، أروح ما روحش، أروح ما روحش، لا 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 ما روحش. ما روحتيش طبعا في لا رحت. ورياض الصنباطي كان عامل لي غنوة اسمها راحت ليالي وجات ليالي، راحت ليالي وجات ليالي، وانت يا غالي دايما ببالي في بالي، وانت غالي يا غالي دايما ببالي في بالي، راحت ليالي وجات ليالي. ثم توالت بطولات صباح السينمائية في أفلام عديدة،
منها ثورة المدينة، إزاي ينساك، شارع الحب، الرباط المقدس، الليالي الدافئة، الأيدي الناعمة، ونار الشوق. من خلال هذه الأفلام وغيرها شاركت صباح كبار نجوم التمثيل والغناء في مصر: فريد الأطرش، محمد فوزي، عبد الحليم حافظ، فريد شوقي، رشدي أباظة، أحمد مظهر، حسين فهمي وغيرهم. طبعا بعد كده عملت هذا جنه أبي، وعملت أفلام كتير بعد كده، والحمد لله مشيت ونجحت حتى نصل إلى عام 1980، وفيه عرض لصباح آخر أفلامها ليلى بكى فيها القمر، والذي عرض في 19 نوفمبر عام 1980 بسينما راديو. إخراج أستاذ أحمد يحيى مع حسين فهمي. فأفتكر أن الفيلم ده حيبقى من أحلى الأفلام المصرية. بس كلمة بكى هنا يمكن ما تدلش يعني، أو مش مرتبطة بصباح حكاية البوكة دي. لا يعني لابد، أما الواحد بيعمل قصة سينمائية طبعا فيها الحب، وفيها الحب الوطن وحب الأرض، وفيها البكاء وفيها الضحك وفيها كل حاجة، ضروري. الألحان لأستاذ جمال سلامة. أول مرة يلحن لك، أو أول مرة لحن أغنية حتى كمان. ولكن عامل حاجات حلوة قوي. إيه الحقيقة يعني، عامل لي يعني 4 أغاني، منهم غنوتين أفتكر يعني حيكونوا هم أغنيات الموسيقى. مريحين أيضا؟ لا، في واحدة في واحدة طبعا هما تأليف أستاذ محمد حمزة، واحدة منهم للأبنودي. لا يا قلبي دي اللي هي آخر الفيلم، بتقول ولا يا قلبي ولا لا 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 يا قلبي ولا لا 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 يا قلبي لا يا قلبي لا يا قلبي لا 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 يا قلبي. يعني ما في شك انه الافلام هي سبب شهرتي ونجاحي، وطبعا كل الناس بتحب تسمعني من وراء الافلام دي، ما في شك. لكن انا بعتبر انه قدمت كم فيلم كويسين يعني، لكن لغاية دلوقتي ما قدمتش الفيلم اللي انا يعني ممكن اقول لك ده الفيلم اللي انا اعتز يعني اني عملته، او بعد الفيلم ده مثلا مش هعمل سينما، لا. أو إن الفنان الأصيل بحب شغله ما يرضاش عن أي حاجة بيعملها، جايز كمان دي يعني. طبعاً ليه أفلام ناجحة قوي، الأيدي الناعمة، وهذا جناه أبي، القلب له واحد، الأنسة ماما، أفلامي مع أستاذ فريد كلها ناجحة، بلبل أفندي، زي أنساك، لحن حبي، نار شوق، زي ما قلت يعني في ليه أفلام الحمد لله كانت كويسة قوي. بس زي ما قلت لك إن الفنان ما بيرضاش عن أي حاجة بيعملها، دايماً يحب يدي الأحسن والأحسن. أما الغناء فقد بدأت صباح رحلتها معه بأداء المواويل اللبنانية. أول ما ابتديت أغاني المواويل اللبنانية الفولكلورية زي اللي بنسمعها في الأغنيات دلوقتي ولا مختلفة؟ لا، في حاجة اسمها أبو الزلف. هاي هات يا أبو الزلف عيني يا مولاي، شريان قلبي انقطع من نظرتك لي. فعلا الموال أهم حاجة بالنسبة للأغاني اللبنانية، لأن اللبنانيين الموال بدمهم، يعني يتجننوا كده لما يسمعوا موال، يعني ما يتحمسوش ويسقفوا إلا لما يسمعوا موال. يا هوا يا هوا وحياة عينك يا هوا
يا محير العشاق خلينا سوا مجروح قلبي والدواء عندك محال يا حارم المجروح من حبة الدواء. يلا أغنية مال الهوى التي كتبها مرسي جميل عزيز ولحنها كمال الطويل كانت نقلة في أسلوب غناء صباح. طبعا أول ما ابتديت كنت زي البغبغاء أي يعني اللي أسمعه كده أقوله ما حسش بيه، كنت شوية عبطبط كده يعني كنت بتقولي ايه في الفترة دي؟ يعني ما كده مش فاهمة حاجة، يقولوا لي مثلي كده أمثل، غني كده أغني، ما كنتش أحس بالأنا. ابتديت أبقى حقيقي أحس بنفسي أني أنا مطربة بعد ما غنيت مال الهوى يا ماما. إنما توتة أنا ستوتة دي ما لا يعني كانت كويسة ما في الشك وكل حاجة، بس أنا كنت لسه صغيرة ما كنتش حاسة بقول إيه، ابتديت أحس بقول إيه من أيام مال الهوى. قولي إن كمال الطويل هنا يعني وبرضو اكتشف برضو مميزات صوتي. ده صحيح ده صحيح، أنا لما نجحت الغنوة دي قوي برضو يعني اتفتحت نفسي وبقيت أحب إن أنا أجدد وأعمل أغاني جديدة. التعاون مع كمال الطويل استمر لفترة؟ الحقيقة هو كانت أغنية، لا عمل لي هو كم أغنية في أفلام، لكن دي كانت أنجحهم يعني. دي كانت معمولة برضو الفيلم؟ لا كانت للإذاعة. مختارات الإذاعة. فطبعا أستاذ كمال كسل بعد كده يعني وما بيشتغلش كتير، ولو إن إحنا في شوق لألحانه يعني العظيمة دي. مال الهوى يا أم مال، مال الهوى، مال الهوى يا أم مال، مال الهوى. أنا لا ميت ليه ولا نادت عليه، أنا لا ميت ليه ولا نادت عليه، هو اللي مال اللي مال يا أمّا، مال الهوى يا أمّا مال، مال الهوى مال. وبعد هذه الأغنية صار صوت صباح أكثر نضجاً واستقراراً، ووضحت معالمه من صقل ومرونة ونقاء، ووضحت كذلك قدرته على التعبير. طبعاً في أول حياتي ما كنتش بحس بقول إيه، أهو مساء أي حاجة يقولها لي أروح قايلها، لكن ابتداء من مال الهوى يا ماما اللي عملها لي كمال الطويل بقيت أحس أنا يعني بقول إيه وبغني إيه. يعني كل ما سبق على مال الهوى يما انت ما يعني ما كنت بقوله. مثلا محمود شريف لحن لي لحن كان اسمه بعدين معاك، كان ناجح جدا، دي سكتي ودي سكتك، لكن طبعا لو كنت قلته دلوقتي كنت اقوله احسن كتير، ما قلته من غير احساس رغم انه اللحن نجح يعني. بعدين معاك بعدين معاك بعدين معاك بعدين
على روح في سكتك بعدين معاك بعدين معاك بعدين معاك بعدين معاك وبدأت صباح تطلق لونها الغنائي الذي يتناسب معها وتميز الاتجاه الذي عرف به المستمع صباح باللون المبهج الذي يميل إلى الشعبيات والأغاني العاطفية الخفيفة. هو الحقيقة كده أنا ده لوني يعني وطبعا بحاول مثلا حاولت أغني ساعات ساعات تغيير بالنسبة لي كانت حلو لا يا قلبي خليك قد التحدي يعني طبعا أنا عملت تشكيلة كبيرة في حياتي لكن ما غنيتش قصائد حاولت مرة في مسرحية أفكر أحاول أجرب حفكر أفكر أحاول أجرب حفكر ويمكن أسامح وصالح لو أقدر حفكر 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 طبعا كانت القصيدة دي أول ما أبتدي أقولها أولا اللي عايز يشرب سيجارة يطلع بره اللي عايز يروح ما عرفش فين حتى منهم أختي سعاد لأنها كانت أولا القصيدة طويلة عرفت نص ساعة لأن المخرج هو المؤلف الكلام فاعتنى قوي في القصيدة دي وطولها فالناس بقت كل ما أقول أنا جي وقت اللي هيقوموا دلوقتي اللي يشرب سيجارة واللي يروح الحمام وأختي منهم فزي بعضه أبقى واقفة هتقطع يعني هموت نفسي وبعدين دخل الأستاذ سعيد فريحة الله يرحمه الكاتب الكبير حضرني مرة قال لي إيه القصيدة إيه الغلطة اللي عملتيها في حياتك دي قلت له خلاص توبة مش ممكن كلام 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 بس ما باخدش منك غير كلام 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 بس ما باخدش منك غير كلام علق في قلبي في الهوى بكلام كتير راح في الهوى علق في قلبي في الهوى بكلام كتير راح في الهوى وحلف بيلي حنعيش سوا 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 وانت تاريك بيع كلام بيع الحقيقة الفنان مش لازم يدي لون واحد لازم طبعا كل وقت يغير شوية اللون بتاعه فأنا أديت عدة ألوان وما أقدرش أقولك أنا دلوقتي مثلا بحب الوطني أو بحب العاطفي أو الأغنية الشعبية اللي هي فيها جو وكده يعني الحاجة الناجحة اللي بغنيها في وقتها هي اللي بحبها ولكن بشوف أنا أن أغلب الناس بتميل للون المرح الحلو اللي فيه جو لأن الناس عندها مشاكل كتير والأزواق بتتغير وبتتطور الناس بتتطور أزواقها يعني فالواحد لازم يدي لهم اللي هم بيشوفوه أنه بحبوه أنا مثلا في الحفلات أما بغني أغنية شعبية فيها كده مجال للبسط والسعادة وده بشوف الناس متجاوبة قوي مع اللون ده مسيناكم مسونا عالبواب يلاقونا مسيناكم مسونا عالبواب يلاقونا ونزقفتوا كتير كتير بتكونوا بتحبونا ونزقفتوا كتير كتير بتكونوا بتحبونا مسونا احنا وانتو راح نسعد للصبح ويمكن اكتر
تغنت صباح بكلمات العديد من الشعراء وكتاب الأغنية، كما أنها غنت لعدد كبير من ملحني مصر والعالم العربي، واستطاعت أن تختار من أعمال كبار الملحنين العديد من الأعمال الجميلة التي تتناسب مع صوتها وطريقتها في الأداء التي عثرت عليها، وكان لها ما أرادت، ونجحت في تقديم إبداعات كبار الملحنين من خلال صوتها، خصوصا في المرحلة المتوسطة من عمرها الفني، والتي قدمت فيها ألحانا شهيرة. الحقيقة أنا ما فيش ملحن عمل لي ألحان إلا ما نجح معي، يعني طبعا مش كل الألحان بتبقى ناجحة مفهوم، إنما أغلب الألحان كانت ناجحة، فكلهم عملوا لي أغاني ناجحة. يعني كل ملحن غنيت له يعني له أغاني، هو اللون المرح موجود في كل معاهم، يعني هو أنت فرض شخصيتك بالقطع عليهم. طبعا المواويل صعبة قوي، مش كل إنسان يقدر يقولها ويأديها بالشكل ده، والأغاني هي يعني سهل الممتنع، عرفت إزاي؟ يعني هي صعبة بدليل أنه بيطلع برامج كتير هوات، أصعب حاجة كانوا أنهم يقلدوني أنا، يقلدوا أي حد يجوا عندي أنا يعني ما يقدروش يقلدوا قوي. فموجي نجح معايا قوي، له أغاني ما بتموتش أبدا معايا. حسونا تصور لغاية دلوقتي الغاوي نقط بطاقيته، أي حفلة أي سفرة أسافرها لازم يطلبوها. دي كانت فيلم جوز مراتي أظن. مظبوط مع أستاذ فريد شوقي. ما أعرفش إزاي حبيته وإزاي حبه مجنن، ولو إني ما روحتش بيته غير مرة وغصب عنه، وساعتها ما كنتش عارفة إيه اللي رماني عليه، وحخاف تاني من ايه من ايه، انا ناوي وعارفه اللي نويته، والغاوي نقط بطاقيته، الغاوي ومع محمد الموجي شهد صوتها تألقا واضحا في غناء شعبياته. الحلو ليه تقلان قوي؟ والله واتجمعنا تاني يا قمر، اتحداك عالجسر العالي، يا ابو الدلال، يا حبيبي انا، الدوامة، يا واد يا ساكن حينا، وغيرها كثير. مش قادرة اصبر، مش قادرة ابعت له جواب في البوست، وحقول له خلاص من بكرة حجيني واجي لك يا اسطى. مش قادرة اصبر، مش قادرة ابعت له جواب في البوست، وحقول له خلاص من بكرة حتجيني واجيلك يا اسطى. مش قادر اصبر، مش قادر ابعت له جواب في البوستة، وحقول له خلاص من بكرة حتجيني واجيلك يا اسطى. حسونا ما تحن علي، حسونا انا زيك غاوية، حن علي، حسونا انا زيك غاوية، وغاوية وغاوية، وحبيبي ما صدقت لقيته، والغاوي نقط بطاقيته، الغاوي الغاوي. ومع بليغ حمدي يزداد صوت صباح تألقا، فوضع لها العديد من الأعمال الناجحة، جاني وطلب السماح، حب الدنيا، أمورتي الحلوة، عشقة وغلبانة، قابلت كتير، يانا يانا، عدى علي وسلم، وغير ذلك من الأغنيات. مثلا يانا يانا وزي العسل لبليغ لغاية دلوقتي ما بيموتوش، الناس بتطلبهم. يانا 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 في حبيبي أموت أنا، أموت أنا بحبيب، أموت أنا بليلي عذابي، وحبيبي وحبيبي مداريب، وعلشان أموت أنا. Thank you.
الأغاني الرحبانية برضو جيب المجوز يا عبود وعندة والحاجات دي برضو ما بتموتش. جيب المجوز يا عبود وحتغني ويهب البارود يا عطون يا عطون. مثلا أستاذ فريد الأطرش يا دلع، شوف بقى لها قد إيه الناس برضو بتطلبها ولسه بتتغنى كأنها معمولة مبارح. يا دلع دلع يا دلع يا دلع دلع بالحلوي طال روحي حبت روحك وقلبي فيك تولع قلبي فيك تولع يا دلع يا دلع دلع يا دلع يا دلع دلع يا دلع دلع. قلبي غير قلبك ما حد يلي قلبك أطيب قلب. قلبي غير قلبك ما حد يلي قلبك أطيب قلب. انت غني لي على الحب وانا وقعد بتسمى. انت غني لي على الحب وانا وقعد بتسمى. يا دهل دهل يا دهل استاذ عبد الوهاب عامل لي غنوة اسمها عالضيعه دلوقتي بيعمل لي لحن. استاذ عبد الوهاب عامل لي كتير يعني عامل لي يمكن حوالي 5-6 اغاني كده الافلام ولا للاذاعه؟ افلام برضه لكن اللي نجحت قوي عالضيعه منهم. نفكر الناس بعالضيعه. عالضيعه يما عالضيعه وديني وبلاها البيعه. عالضيعه يما عالضيعه وديني وبلا البيع. عالضيعة يما عالضيعة وديني وبلا البيع. جينا نبيعك بوش التوت أبيعنا أبيعنا القلب ببيروت. جينا نبيعك بوش التوت أبيعنا أبيعنا القلب ببيروت. يا شمالة شباب شوف الرحبانية ما فيش شك انهم ادوني كمان اغاني ناجحة جدا وما فيش شك انهم هم طوروا الغنوة اللبنانية وبقت يعني الغنوة اللبنانية الشعبية في كل بلد محبوبة ومسموعة بفضلهم. عملهم حاجات ومثلا في ليمون وهبي في ليمون كويس قوي كمان كويس جدا يعني انا اعتقد انه كل الالحان اللبنانيه اللي ماشيه دلوقتي على مدرسه فيليمون. مين في كمان؟ عفيف رضوان مثلا. عفيف فنان كبير ما في شك. عفيف كويس قوي قوي الحقيقه وعامل حاجات ناجحه كمان. طيب والاخ سهيل عرفة؟ سهيل عمل على البساطة ونجحت جدا. عالبساطة البساطة ويا عيني عالبساطة وقداش مستحلي يعيش جنبك يا ابو الدراويش. تغديني جبني وزيتوني وتعشيني بطاطا. عالبساطة عالبساطة البساطة ويا عيني عالبساطة عالبساطة البساطة
جنبك يا ابو الدراويش، تغديني جبني وزيتوني وتعشيني بطاطا. قدمت كتير، قدمت نور الملاح وقدمت عصام رجي وقدمت ملحم بركات وقدمت ناس كتير. كونت صباح ثنائيا ناجحا مع العديد من نجومنا الكبار: محمد فوزي، فريد الأطرش، عبد الحليم حافظ، كمال الشناوي، وفؤاد المهندس. الحقيقة أنا نجحت، ما أقدرش أقول لك إلا نجحت مع الكل. يعني أنا والله يرحمه محمد فوزي كنا كوبل محبوب قوي، وأستاذ فريد الأطرش عملت معه 3 أفلام و3 نجحوا، وأستاذ عبد الحليم عملت معه فيلم شرق الحب نجح قوي، لكن أنا وأستاذ عبد الحليم على المسرح كنا ناجحين جدا قوي قوي يعني. أنا وهو كان الناس يحبونا مع بعض. طب انتي طلعتي مرة مع فؤاد المهندس في غنوة؟ الراجل ده حيجنني حيجنني. وانا اكون مع فؤاد مهندس حاجة جديدة برضو للناس، يعني كدويتو لكوميديان. جربت غنوة الراجل ده حيجنني مع فؤاد مهندس، ومرة في فيلم زي غنوة اسمها زي العسل مع كمال الشناوي. وغنيت مع وديع الصافي كمان في مهرجان بعلبك اللي هي اسمها شاهين، وغنيت كتير ما في مهرجانات بعلبك يعني حاجات ثنائية. الله معك الله معك الله معك يا زنب أبي الفي. الله معك يا زنب أبي الفي. الله معك يا زنب أبي الفي. شاهين شو جابك لضيعتنا؟ الله معك يا زنب أبي الفي. شاهين شو جابك لضيعتنا؟ ما فيش بيها العين شربت مي تسقيك وبتفرح مويتنا. تتذكري بالعيد بتذكر غناني وهوا ونبيت بتذكر، وصوتك دوي بشرايط وزيني وغمر شعرك هالمدرغم يا لفتة البعدة تكويني وتروح تشلحني عين العمر. وبعدها كل عيد شو عاد صار لما رجعت لضيعتك شاهين؟ لا شال لو احلك ولا واتجهت صباح للمسرح الغنائي، وكان لها إسهامات واضحة فيه، فقدمت عشرات المهرجانات والمسرحيات ضمن فعاليات مهرجان بعلبك وبيت الدين وجبيل وغيرها. من أبرز ما قدمت صباح: مواسم العز، دواليب الهوى، القلعة، الشلال، شهر العسل، ست الكل، وآخر مسرحياتها كانت كنز الأسطورة. مهما صار لتوكل عربي وحط اللوم عهلي والصحابة، رحل عينيك يا الأسمر سباني سلب عقلي وعد روبك رماني. مهرجان بعلبك ده مهرجان عالمي ووطني، وأهم حاجة موجودة في لبنان، والمطرح نفسه الحقيقة هايل، وكل ليلة 5000 واحد، والمسافة بين بيروت وبين بعلبك يعني 3 ساعات. أيوة. وتصور كل يوم الناس تروح مسافة 3 ساعات 5000 واحد يبقى موجودين.
فالمهرجان بقى له 15 سنة، منهم أنا أخذت يعني غنيت 7 مهرجانات والباقي فيروز، هي أقل يعني هي أقل سنة مني أنا. هما المهرجان دي، المهرجان ده ما بياخدوش يا أنا يا فيروز، لأن إحنا الاثنين بنغني اللون الفولكلوري اللبناني. ويعني هو حاجة كده ناجحة. طب إيه أشهر الأغنيات اللي مرتبطة بالمهرجان بالذات؟ في أغاني كتير، في مثلا غنوة اسمها عالندة الندة الندة والورد مفتح خدة وانما عطيوني جاكي يا جبال العالي لهدة. طيب بس احنا ما عندناش تسجيل للأغنية دي. في أغنيات بتزاع من إذاعة القاهرة؟ في كتير، في دواليب الهوى عاملينها للرحبانية، وفي كمان القلعة إذا كان موجود عندكم، حاجات كتير. على كل حال عندي آخر غنوة عاملها لي عاصر رحباني اسمها يا بطاقية، أغنية لبنانية. يا بطاقية أنا قلبي معاك، تغضب علي وبترجاك من شباك لتاني شباك، أركض وراك أركض وراك يا بطاقية يا بطاقية. وشاركت صباح بالتمثيل والغناء في عدد من المسلسلات الإذاعية، منها الحب الضائع ولم نعد جواري لكم، شمس الشموس، صباح، الفنان القدير أحمد مظهر، لم نعد جواري لكم، سناء مظهر، صفاء أبو السعود، صلاح السعدني، آثار الحكيم، لم نعد جواري لكم، أمال شريف، إبراهيم عبد الرازق، عبد الله فرغلي. بالاشتراك مع زكريا سليمان، أحمد ماهر، محمد الموجي، محمد حمزة، هاني مهني. سيناريو وحوار دكتور رفيق الصبان، إخراج محمد أنور. مش معقول ده مين يقول، مش معقول ده مين ضحكة بين العاشقين، مش لاقية مطرح ده مين يقول، مش معقول والشوق في عود الفل والياسمين يكبر ويطرح، مش معقول واللي جنبه حبيبه يتمنى مرة في العمر يفرح، ايه اللي بينا خطوة ولا بلا، ايه اللي بينا حب ولا عنا، بنحب وعمر هوانا ما عرفوش قلب، يبقى ناقصنا ايه سؤال احضرنا فيه، يبقى ناقصنا مين يقول،
غنت صباح للحب كثيرا، لكنها أيضا غنت للوطن، فاستمعنا إلى أغنيات الوطن الأكبر من المشكل سوء الحميدية، جلاب الخير، مبروك علينا، ثورة كرام، حموية مشمش، إيد عائد، فستان العيد، أنا شفت جمال، حدرجة بدرجة، سوا سوا، وغيرها من أغنيات. عندي غنوة تانية بقول يا لبنان دخل ترابك، دخل حجار الفوق بوابك، لما هجرنا وتغربنا بيعلم شو تعذبنا، شو كنا نبكي غيابك. عرفنا صباح تغني بالعربية، لكنها أيضا غنت بالفرنسية والإنجليزية. غنيت ثلاث أغاني فرنساوي. طب نشوف تسجيل كده فرنساوي، ما أعتقدش إن الإذاعة عندها تسجيل. ما عرفش، مش عارفة. طب ترى إنجليزي؟ إنجليزي لسه ما حاولتش، إنما ثلاث أغاني اللي أنا غنيتهم نجحوا قوي، خصوصا واحدة منهم اسمها كانت أيام الهليجالي بقى ماشي قوي، اسمها هلي دبكي يا بقوف، عملناها كده. أتي جامي إسي لهلي دبكي يا بقوف، أولا دانس توتافيكم لهليجالي سوف كيل فود لانترا إتابي دماء إكري دو طولو كوان، هلي دبكي يا بقوف، هلي دبكي يا بقوف. من الناحية الشخصية تزوجت صباح عدة مرات. وبعدين معك، بعدين معك، بعدين معك. تزوجت من نجيب الشماس وأنجبت منه ابنها الطبيب صباح الشماس المقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، ثم انفصلت عنه. أنا يعني الحقيقة لما عملت فيلم هو اللي هو أول نظرة إنتاج مصري لبناني، اتعرفت على واحد من بيت الشماس اللي هو كان شريك في الإنتاج، وأنا اتجوزته، ومن يومها جبت الولد اللي هو اسمه صباح شماس، سماه أبوه على اسمي، ودلوقتي هو دكتور مهم قوي في أمريكا. ارتبطت بأنور منسي عازف الكمان الأول ووالد ابنتها هويدة، ثم طلقت منه. سماح يا ماما سماح، طير الهوى رماح، خدني ورماني لفوق ما بين مساء وصباح. سماح يا ماما سماح، سماح يا ماما صباح. تزوجت من المذيع أحمد فراج وانفصلت عنه لتتزوج برشدي أباظة، وبعد الانفصال ارتبطت صباح بالنائب اللبناني الراحل يوسف حمود، ولكنه لم يتحمل نجاحها وكثرة المعجبين حولها فحدث الانفصال. أما قصتها مع الممثل والمسرحي وسيم طبارة فكانت الأكثر قسوة عليها، وتأثرت بهذه العلاقة وحولتها إلى فيلم سينمائي. وأخيرا تزوجت من الفنان فادي لبنان، والذي انفصلت عنه بعد زواج دام 16 عاما. بس انت مدام صباح برضو انسان، عرفتي الألم وعرفتي الزواج والطلاق والحب والهجر والفراق. والله وحياتك مظلومة، كنت دايما على طول
في حاجات الواحد يعرفها لو يقولها يودي الناس في داهية، لكن الأخلاق ومرات الواحد ما بتسمحلوش يقول حاجات الحقيقة يعني. فعشان كده باجي على نفسي أوقات وبسكت حتى في أصعب الأمور. طب لما بتيجي على نفسك يعني ده معناها أنك بتدوقي الألم يعني؟ طبعا. عايز أعرف الألم اللي بتدوقيه ده إزاي ما ليهوش بصمات عليكي، فكل ما ده بتحلوي يعني مع الألم هنعمل ايه يعني؟ ما بخليش الألم يعني يملكني قوي، عرفت ازاي؟ يعني اهو بقول ان الدنيا كده، ولما احزعل قوي او اتضايق يعني خلاص هعيش مرة انا او هعيش مليون مرة. يلا نمشي الألم ونمشي الزعل. لكن انت انسانة مبتسمة على طول، يا ترى ايه اللي بيبكيكي يعني؟ بيبكيني طبعا حاجة اذا عملتها وما نجحتش في شغلي، بيبكيني حد من اصحابي تعبان او عايز حاجة محتاج او كده، اهلي اولادي بس. عيني الفن على انه طريق للوصول الى الثروة. انت اثريتي من الفن؟ انا يعني الحمد لله جالي طبعا فلوس كتير، لكن انا مش بخيلة، بحب اعيش واحب اللي جنبي يعيشوا كمان. يعني متهمنيش الفلوس، يهمني اكون مستورة وما احتاجش حد حقيقي. وانا فنانة يعني بحس انه ليا رسالة اني اكون مشرفة لبلدي، دي اهم. العزب يلبق لصحابه سبع الباب مرة باب تحت الباب بغيابه دوم عزك يا ابو العز العزب يلبق لصحابه سبع الباب مرة باب تحت الباب بغيابه لها مئات الأغاني وعشرات الأفلام والمسرحيات، ولها أيضا سبق ريادة الأغنية البلدية وفارسة الأوف الطويلة والموال والأغنية الشعبية. قدمت الأغنية والفيلم السينمائي والمسرحية الغنائية والمسلسل الإذاعي. صباح أو جانيت فغالي اسم ارتبط بتاريخ يحكي حكاية فنانة جمعت موهبتي التمثيل والغناء وأتقنتهما وبرعت فيهما. شمس الشموس، الصبوحة، الشحرورة، ملكة الأناقة، الدلوعة، الأسطورة، أسماء وألقاب ارتبطت بالفنانة المطربة صباح، والتي كانت يوما نموذجا صارخا للجمال والأنوثة. إنها من أجمل النساء التي ظهرن على شاشة السينما المصرية طوال 30 عاما تمتد من الخمسينيات وحتى ثمانينيات القرن العشرين. 30 عاما قضتها مثل طاووس بديع يتباهى بجماله وتميزه بين غيره من الطيور. سيبي في حاله يا بنتي، لازم اكسب الرهان. هو صحيح غلبني طول النهار، لكن قدام الاسلحه الذريه حيسل حجنن حقبله. كلك رقه واحساس، بس لو دول انقذوا حياتي. والنبي عبده الوقار والهيبه يروحوا. طز يا عبده. يلا نبتدي الدرس. احنا في ايه ولا في ايه؟ تعالى يا عبد. ما اقدرش، النار بتحرقني. نار ايه؟ فلوس جدك. انا لازم اعمل بيهم. لازم نبتدي الدرس، عايز اعرف معلوماتك في الموسيقى وامتحنك. عصر
عصرت صباح عمالقة الفن على مر الأجيال وزاملتهم لتقدم لنا معهم أروع الأعمال. قيل الكثير عن حبها للحياة، وقد يصح القول إن الحياة هي التي تحبها. بتعاتبيه ولا لا؟ لأن عارفة لو عشت عشان أعاتب يعني أنا حضيع عمري في العتاب، لأن كل إنسان معرض يغلط. أنا بعلى فوق العتاب ده وأخلي اللي هو غلط معايا حس نفسه غلطان من غير ما عاتبه. يعني بتسامحي؟ أسامح جدا جدا. لأن الحياة هي لازم تسامحي وتحبي بس. يعني ما فيش في الحياة غير التسامح والحب. أنا في نظري ده. يعني أنا هعيش عمري ده عشان أعاتب ومسحة؟ لا، أعيش أحب وأسامح عشان أقدر أعيش وأكون مبسوطة في حياتي. يعني أنت مبسوطة بكده؟ جدا جدا، وما بصش مين شتمني ومين اتكلم ومين بيكرهني ومين بيحبني، أنا في دنيا تانية. طب يعني حضرتك قلتي إن الحكمة اللي بتؤمني بيها اللي هي اضحك تضحك لك. طب يعني بتتعاملي الناس أو بتتعاملي مع الحياة بإيه؟ يعني كده هو أضحك، حتى لو كنت عارفة إن الإنسان ده ما بيحبنيش أخش عليه أضحك له وأحسسه بيعرفة تعامليه وهو أنت عارفة ما بيحبك، يقوم هو يحس من نفسه إنه هو صغير بالنسبة لي، ويقوم بقى حبه يزيد ويحبني أكتر. يا رجل بتعامل الناس ببساطة شديدة جدا. أنا كده، يا ريت كل الناس تبقى كده. يا ريت الحقيقة. كل العيون بحبها بالمختصر، زرق سود لا فرق عندي ولا نظر. الله. كل العيون بحبها بالمختصر، زرق سود لا فرق عندي ولا نظر. لا تغضب إن حبيت غير عينك عيون، كرمال عينك تكرم عيون البشر. صباح أناقة بلا حدود. شوف كل واحد غاوي حاجة في الدنيا دي، أنا مثلا غاوي ألبس عشان عندي مسؤوليات كتير وليل ونهار مشغولة، يعني أنا تقريبا مش عايشة لنفسي، فالحاجة الوحيدة اللي هي بتفرحني في الحياة أني أنا بلبس كويس، وغير كده تلاقيني محرومة من كل حاجة، شغل ليل ونهار وما فيش حاجة، ألبس شوي أعيش يعني كويس. ربنا يمتعك يا الله. شكرا. صباح التي لا تزال الأجيال المتعاقبة تصر على استعادة أروع ما غنت، ويظل التساؤل مطروحا عن سر شبابها. بنام كويس وبحافظ على أكلي، ما بدخنش ما بشربش، بحب كل الناس زي ما قلتلك، وبعدين مهما كان الأمور صعبة بهونها، قلب الطيب وما فيش حقد وما فيش حسد، وعندي ثقة بنفسي وحب الجمهور ما تنسيش، والنجاح بيخلي الواحد دايما شباب كمان. وصباح واحدة من فنانات القلائل، وقفت على مسرح الأولمبيا في باريس مع فرقة روميو لحود الاستعراضية منتصف السبعينيات، كما وقفت على عدة مسارح معروفة مثل كارنغري هول في نيويورك، دار الأوبرا في سيدني بأستراليا، قصر الفنون في بلجيكا، ألبرت هول في لندن، وكذلك على مسارح لاس فيغاس وغيرها. وصباح تحمل 4 جنسيات، المصرية، اللبنانية، الأردنية، الأمريكية. منحت صباح وسام الأرز الوطني في عهد الرئيس شارل حلو، كما أطلق اسمها على إحدى ساحات بلدة وادي شحرور. نالت صباح 3 أوسمة تكريمية من الملك الأردني الحسين بن طلال، كرمها الرئيسان التونسي الحبيب بورقيبة والسنغالي ليبول سنغور، كرمها مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته 28، وكرمتها مصر فمنحتها الجنسية المصرية. طبعا ما مصر هي هوليود الشرق وما فيش شك، وأنا ما فيش مرة نكرت إن مصر على طول مصر فضلها عليا، يعني دي مش عايزة كلام، وحب مصر والمصريين يعني في دمي، ما أقدرش أنكر الحكاية دي. على فكرة أنت بتتكلمي بلهجة مصرية كمان يعني. طبعا. وبحب مصر يعني طول عمري، ودي حاجة معروفة يعني. يا مصر فضلك علي، يا مصر يا أمي ومي، يا مصر
فضلك علي وان شاء الله تضلي يا مصر مرجع للعز وللنصر وان شاء الله تضلي يا مصر مرجع للعز وللنصر وللأم العربية وللأم العربية وفي عيد ميلاد صباح باقة حب نهديها إليها. ونردد معها صباح المطربة اللي قلبها طيب بذكاء اللي الابتسامة ما بتفرقهاش اللي قلبها بساعة حب لكل الناس وحب مصر في دمي وبس أقفل كده أقفل حب مصر في دمي الصباح